أكيدنا على الدوام ما قاله مولى الإمام أبناءنا إلى الأمام فكلنا حفيد الوطن ترنن نحيا الملك يا حيا الوطن حيا الملك يا حيا الوطن ترنن ياسر الخوخي أنا هو الشرطي الصغير والعمر ديالي 7 سنين وكنقرا في الابتدائي الثاني. انا كنبغي البوليس من صغري. علاش البوليس بالضبط؟ كنبغي كيعجبوني. انا ديك النهار خرجت الشارع حيت مع وقت الخدمه كتكون بعض المرات الطرق محبوسه كيكونوا الراجلين كتكون شي مراه كبيره في السن كنقدروا نشدوا لها طاكسي نساعدوهم. جاتني هاد الخدمه من راسي نولي نحب البوليس. واحد المرأة الكبيرة غادا وصل ولدها للدرب شتي شباه وقفت هاد الجهة هادي شتيت لها طاكسي من هاد الجهة وهودا جيت الساحة شتيت لها طاكسي صغير. كنحس انا براسي بوليسي ديال بصح. صحابي كيقولوا لي الشاف كنوقف اي واحد ماطر اي واحد كناخذ ليه الوريقات كنقلب ليه لاسورانس كنشد الشفاره كنقلبهم كاملين. لا ما لقيت حتى مشكل ماشي واحد ما نشدش الرشوه ندي الكوميساريه منهم ليه. المهم انا نرجع للبوست ديالي. جاتني شي خدمه خارج كازا واخا تكون ليل ونهار 48 ساعة نمشي نخدم جيرينا لا فتح ورا مفتش العام قوت مسلحة الملكية جيرينا محمد حرم وقائد الدرك الملكي ياسر المنصوري اش كيدير ياسر المنصوري مدري عام حمو سندال تا مخابرات العسكرية لاجيد عبد الحكيم اش كيدير عبد الحكيم رئيس مكتب مركز الابحاث القضائية قرار الدواعي باختصار فرنسية بسيج اش كان عندهم المملكة المغربية دولة اسلامية درت سيدي كامل هو لغته الرسميه هي اللغه العربيه ديال الزمن المغرب العربي كبير تجعل بين اهدافات قاعده فرقيه مبادئ عامه احكام اساسيه الفصل الاول اش كيقول نظام الكمال نظام ملكيه سوريه ديمقراطيه واجتماعيه سير الامه تمارسها مباشره بصياغه طريقه مباشره مطمئنه جنس سوريا منظمات نقابيه الحزب السياسي تنظيم مواطن شبتي نظام حزب واحد نظام غير مشروع الاسلام دين الدوله والدوله تضمن له حقا لكل شخص مارس حقوقه الدينية. حموشي هذه رسالة أنا كنطلب منك الحضور لذكرى تأسيس الأمن الوطني. هذه رسالة مني أنا سميتي ياسر الخوخي الزقة 55 الرقم 3 أصغر بوليس في العالم. الله الوطن الملك.